ولنقاش أهم ما ورد في البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق حول ذكرى 17 لاحتلاله، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. دكتور، مرت 17 عاما على غزو أمريكا للعراق، إلى أي مدى ما تزال أثار العدوان الأمريكي باقية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. للأسف الوضع المأساوي والأثار لهذا الغزو لم تتوقف وإنما تزايدت وتصاعدت، هي مثل كما يقال كرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم. في مثل هذا اليوم نستذكر ذلك الحجم الكبير من الدمار ومن الجحيم الذي فتح في ذلك الوقت على العراق جميعا، والضحايا الذين سقطوا بسبب ذلك الغزو طيلة أيام الحرب إلى أن استقر لهم الأمر ودخلوا إلى بغداد. ولم يقتصر الأمر ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر الأمر عقب ذلك بمزيد من الدماء التي سفكت في أرض العراق، وفضلا عن المهجرين والنازحين وكثير من المآسي التي تبعت عملية سياسية فرضها هذا الاحتلال عقب غزوه. فرض الاحتلال دستورا ونظاما سياسيا روج من خلاله بأنه سيكون نموذجا للديمقراطية في المنطقة ككل. بعد مرور 17 عاما، هل تحقق ما روج له الاحتلال؟ للعالم أجمع أن جميع الشعارات التي رفعت كانت هي شعارات كاذبة، ولم يتحقق على في أرض العراق شيء منها، بل لم يتحقق إلا نقيض ذلك الأمر. فلا حرية ولا أمان ولا رفاهية للشعب العراقي، فالشعب العراقي جميعا قاطبة لم يناله من هذه المأساة، مأساة الاحتلال وغزو العراقي، لم يناله إلا المآسي في كل الأصعدة وفي كل القطاعات. لم ينتفع منه إلا من توغل في هذا المشروع، مشروع الاحتلال، وشارك المحتل الأمريكي هذا الغزو أو هذا المشروع، وكان جزءا منه كأداة من الأدوات لإعانة الأجنبي على حساب شعبه وعلى حساب بلاده. حمل بيان الهيئة الاحتلال الأمريكي مسؤولية ما جرى ويجري في العراق اليوم. ما حجم مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عما يعيشه العراق اليوم؟ وهل واشنطن وحدها هي السبب أم هناك جهات أخرى تتحمل المسؤولية؟ اليوم الشارع العراقي قد ثار ضد هذه الطبقة السياسية اليوم نتيجة ما لاقوه طيلة هذه السنوات الماضية. احنا نتحدث عن قطاع من القطاعات، لا نتحدث عن بطالة في العمل، ولا نتحدث عن قطاع صحي منهار، ولا نتحدث عن فساد إداري فقط، وإنما نتحدث عن حجم كبير من المأساة شملت جميع القطاعات. هذه المآسي التي تقوم بها أحزاب السلطة اليوم هي بسبب هذه العملية السياسية التي فرضت من قبل الاحتلال الأمريكي نتيجة هذا الغزو. إذن هذا هو نتيجة لذلك السبب، وعليه فإنه كل من ساهم في ذلك الغزو وعلى رأسهم أمريكا، لأن هي الأكبر، يعني صاحب المشروع الأكبر في هذا الغزو وما تلاه، لكن كل من شارك في ذلك الغزو في حينها وإن كان بكلمة يتحمل المسؤولية، بل كل من شارك عقب ذلك في تأييد هذا المشروع سواء سياسيا أو إعلاميا أو نحوه هو له دور في تحمل أو له يعني أثر في هذه المأساة التي حصلت على الشعب العراقي والمنطقة، ويتحمل وزره أو جزء من هذه الوزر الذي لحق بالعراقيين سواء كان من الدماء أو من الكرامة الناس التي انتهكت، أو حتى من على مجالي أو نطاقي المال أو الثروات التي سرقت ونهبت من العراق. إلى أي مدى تظن دكتور أن مشروع الاحتلال ممثلا بالعملية السياسية وبعد مرور 17 عاما هو اليوم في حالة احتضار ويلفظ أنفاسه الأخيرة، خاصة بعد ثورة تشرين وما رفع من شعارات ضد شركاء العملية السياسية؟
يعني الحمد لله معالم هذا الاندحار وهذا الاحتضار لهذا المشروع يوما بعد آخر تتزايد وتتصاعد، ومن أهمها ما ذكرتم في سؤالكم وهو قضية الوعي العراقي، الشارع العراقي بهذه الثورة، ثورة تشرين، ورفضه لهذه العملية السياسية بجملتها، لا اعتراض على أشخاص معينين فحسب، وإنما على المشروع بجملته. هذا أمر. الأمر الآخر من معالم احتضار هذا المشروع تصاعد الصراع فيما بين هؤلاء الشركاء اليوم يوما بعد آخر، والكثير من الأطراف المؤيدة لهذا المشروع بدأت تتقافز من السفينة اليوم، لأنها أدركت أن هذا المشروع هو يسير إلى الهاوية. ونسأل الله تعالى أن يكون الفرج قريب للشعب العراقي بزوال جميع آثار الاحتلال، واستبدال ذلك بخير بمشروع وطني حقيقي يحقق للعراق جميعا، للعراقيين جميعا، ما يصبون إليه من خير ونعمة أمان ورفاهية. شكرا جزيلا لكم الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.